لو عايشين بدنيا من الظلم والعداوة خالية، ما فيها إلا محبة والغيرة ميتة من باقي منا إلا نوع واحد. لما تقول لماما إن لازم بمحل تضل قاعدة مو من قدرة تمسح أو بتقول لرفيقك ترك هالقصة مو لمصلحتك ومستحيل يخطر له إنك مو رايد له خير. ما بتتاخد الكلمة إلا بإيجابية والشيطان وسوسته مطفي ليست متاحة الفرصة للتضييع وللتوقير. لا 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 للعنصرية هذا مفهوم غريب صدقني جديد. بهالدنيا ما في تمييز بين ملك وفقير، الأمير أفقر من الكل لما محور فقر داير حوال الدنانير. بس كان الأغنى لما نحكي عن عدل وأخلاقه كان الأصفى. يا سيدي تخيل عم نضطر نتخيل هاي الأيام كانت موجودة بالماضي، ما في داعي للتخيل. يا إلهي وين كنا وهلا وين نشي بحزن. طب قولك شو يلي صار عالطريق يلي سامح لا وضعنا بهالشكل يتغير. شو حير وكل فترة بهالفكرة بتفكر يا هل ترى نحنا يلي جانينا على حالنا ولا هذا حال الدنيا. والترتيب والتصميم أكبر بكتير منا وفينا، أكبر واحد بيضل صغير هذا شيء أكيد. هذا شيء أكيد. الحال بالماضي صار شيء نحلم فيه من نحن نصغر. ما هو كانوا معتمدين عكتاب كتاب قدامنا نفسه ومالنا بنسيان وعم ننسى حالنا. ايه ما عم وجه اكتر واحد انا فينا مقصر، بركي بكلامي براقب نفسي بجدية بجدية اكتر.